لو الحكاية فيها إن فيجو تعرفنا عمتك؟ عبدالله. عبدالله إيه؟ عبدالله عبدين عبد المطلب. استاذ عبد الله، بالنسبه لمشكله الادويه الناقصه، واحنا عندنا معلومات ان في تقريبا 600 نوع من الادويه الناقصه في السوق. احنا عايزين نعرف انك انت دلوقتي موجود في الصيدليه، ايه الانواع الناقصه عندك في السوق هنا في الصيدليه؟ والله في اصناف كتير جدا لا حصر لها، يعني ما تقدرش تحصرها، وبذات اهميه كبيره جدا لدرجه ان احيانا ما تقدرش انك انت تستعيد عنها بديل، زي الحقنه الكورتيجين مثلا. صنف اسمه كورتيجين امبول، ده صنف كان كويس جدا وسعره رخيص، وفي نفس الوقت كان له اهميه جامده قوي في الطاقه الصيف. كورتيجين عند الرضع او الكبار. الكورتيجين كورتيجين. الكورتيجين انا لاحظت ان هو مكتوب طب بتاعه مش فعال زيه. وفي حاجات تانية كتير بقى عندك. ايه انا عايز حاجات جديده ان انت موجود عندك. انا اديتك النوع مثلا، انت عايز تقول لي الحاجات عندك المصر. زيت حبه البركه. زيت حبه البركه ده موجود في مركبات كتير، بس في بركه 100 وبركه 450 مش موجودين في السوق دلوقتي. بركه 400 بركه 400 450 بركه 450 كبسول وبركه 100 كبسول. ده دول بيعالجوا ايه بالظبط؟ حبه البركه دي بتفيد في قطع الكحه، واخد بالك، وامراض الجهاز التنفسي العضوي. ده ملوش مثيل في السوق. اللي هي الحبه السوداء. الحبه السوداء هي موجوده عند العطار، بس هي موجوده بشكل كبسولات. هنا. طب هو هل الدكتور لما بيدي الكبسول ده حبه البركه ما ينفعش يدي بديل ليها؟ لا، حبه البركه دي صنف مؤثر كويس جدا، حاجه من اعشاب الطبيعه. بيتباع بكام ده؟ الطبيعة. حبه البركه يعني مش متذكر سعره، لان هو مختفي. يعني مثلا لفترة؟ ممكن يعمل له مثلا في حدود 7-8 جنيه. ما يتجاوزش الحاجات دي الرخيصة كلها هي اللي ناقصة. مش شرط الغالية. لا، الحاجات الرخيصة هي اللي ناقصة. الحاجات الرخيصة. عمرك طب المنتجات دي منتجات مصرية ولا منتجات خارجية؟ في عندك حقنة اسمها ايبيدرون 4 مللي جرام، تركيز من تركيزات الكورتيزون. حقنة يعني تركيز من تركيزات الكورتيزون. انت زي ما انت عارف الكورتيزون ده بيتاخد بجرعات مش عالية قوي. احيانا بيتطلب مريض ان هو تبقى الدكتور عاوز يديله جرعة 4 مللي جرام. الجرعة 4 مللي جرام مش موجودة بس الا في الايبيدرون، والايبيدرون مختفية اليومين دول. ده عشان ايه؟ الكورتيزون دوت الايبيدرون. الايبيدرون دي عشان الحساسية، يعتبر انتي هيستامينيك ومضاد للالتهاب، وطبعا هي بتتاخد بجرعات منتظمة. لا، بجرعات كبيرة الأول، وبعد كده بتتقل تدريجيا لحد ما توصل بقى حقنة واحدة، وبعد كده تنقطع، ما تاخدهاش لدرجة كبيرة، لأن هي بتعمل مشاكل مشتقات. هل أنت يعني شايف إن الحاجات دي أكيد فيها سوق سوداء؟ الحاجات دي لا، مش عارف بصراحة. طب مش شرط الأنواع دي بقى، أنا بتكلم بشكل عام مثلا. هل التصنيع، لأن هي بتظهر بعد فترة كبيرة، وممكن أحيانا في أصناف بقى ما بتظهرش تاني، مش عارفين. في شكوى من الصنف، ولا هو مثلا منعول ايه؟ ما اعرفش. يعني انت يعني كتير قوي يعني. عشان في بعض الناس موجودين في الصنف برضه ب 4 جنيه مضاد للحساسية، يعني اسمها اتراكس، ومهدئ نفسي في نفس الوقت. برضه دي مش موجودة. مش موجودة. وفي طبعا الدكتون، صنف اسمه الدكتون. هو الدكتون ال 100 متوفر، انما الدكتون 25 مللي جرام هو اللي مش متوفر خالص. ده بتاع ايه؟ ده عشان ضغط، وعشان مجرات البول. مجرات البول بتريح مريض الضغط، يعني بتخفض من الضغط المرتفع. بالنسبه لامراض القلب اكيد لهم ادويه معينه في السوق هنا اختفت، وده ما ينفعش يكون لها بديل او مثيل. زي ايه؟ في الاصناف اللي هي دينيتر 5 مللي جرام مش متوفره بكميات كبيره، بس احيانا ممكن نلاقيها، يعني واحده اثنين. دينيتر 5 مللي قرص بتحط تحت اللسان للوقايه من حدوث زفه صدريه.